نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. يحرص الجزائريون خلال شهر رمضان الكريم على فضيلة إفطار الصائم، حيث أصبحت عادة من العادات الحميدة المتوارثة منذ القدم. فبولاية البويرة على سبيل المثال، اختار عدد من المحسنين المحطة البرية المحاذية للطريق السيار شرق غرب لإقامة مطعمهم وتوفير وجبات إفطار يوميا للصائمين. من وقت أول مرة نفطر لهنا، يعني واحد الشيء الله يبارك، يعني شيء عظيم. تشوف الشيء اللي راهو كاين من الغاشي وكذا، وكفى كل وما زالوا زايدين، يعني الله يبارك. انا من ولايه المديه، حكمني الوقت هنايا، كنت جاي من قلمه ورايح للمديه، حكمني الوقت هنا راح نفطر ان شاء الله عندهم. وبالمناسبه هذه تاع رمضان ان شاء الله نتمنى كاع الشعب الجزائر الخير والهنا ان شاء الله، ويكثر خيركم ويرحم والديكم. فكرة فتح مطعم للإفطار بالمحطة البرية بدأت بتقديم 50 وجبة فقط، لتبلغ في عامها الرابع 600 وجبة يوميا، علما أن مصاريف هذا المطعم على عاتق محسنين من أبناء الولاية. هذا هو العام الرابع تاع المبادرة اللي درناها تاع الصائم عبر السبيل في ولاية البويرة، درناها في طريق سريع بفضل شباب، وكاين ناس محسنين ولاد البويرة هم يعاونوا ثاني، مقاولين تجار، يعني ما شاء الله، يعني السعادة الحمد لله، كاين دعم النعمة قاعد، والله يدوم النعمة. احنا نقول تجدر الإشارة إلى أن العمليات التضامنية بولاية البويرة إلى جانب فتحها ل 25 مطعم إفطار تميزت أيضا بتقديم حوالي 40 ألف طرد لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة. والجد يغرس بالحشا معنى الوفاء. والجد يغرس بالحشا معنى الوفاء.